كنت عم بلش أوثق فيها، بس مو بعد هلا، ما بقى أوثق فيها. وهذا هو الفرق بيني وبين راكي. ليش ما عم تفهم علينا وعم بتصف معها رغم إنه خبيت بريدتها هالسر عن الكل؟ وهالشي معناته إنه عم تكذب علينا. شو طلعت خبيثة شيرلين؟ عم تلعب بعقلهم ضد بريدتها وستي وأمي مصدقينا من كل عقلهم معقول؟ كلامك كله مزبوط شيرلين. بريدتا اليوم كذبت علينا كلنا، وكلنا اكتشفنا هالكذبة، بس ردت فعل كل حدا بالعيلة غير التاني. اللي بهمني رح قلك يا إني أنا كنت أوثق ببريدتا من قبل، بس من هلا رح صدق كل شي بتحكيه أنت وما حدا تاني بنوب. يلا شيرلين، ما كتير تحملي الموضوع، حاولي تهدي حالك. بريدتا كذبت علينا، خانت كل واحد وثق فيها، خلتنا نحلم بالولد وحطمت الحلم تماما. أنا آسفة ستي وآسفة عمتي، جيت لهون وبلشت أحكي عن اللي صار، شكلي زعجتكم كتير آسفة. لك بنتي أنت شو عم تقولي؟ ليش عم تعتذري؟ أنت ما دخلك باللي صار فينا، نحن متضايقين بسبب بريدتا وبسبب الكذبة، هي اللي كذبت علينا، لهيك أنت ما لازم تعتذري منا على شيء. ممتاز، عمتي كارينا وستي طلعوا واقفين ضد بريدتا تماماً، شي حلو. بريدتا، هلأ ما في سبب للزعل حبيبتي، ليش مبينة مكتئبة كتير؟ لأني لهلأ مقتنعة إنه كان لازم نخبرهم كله. أنا ماني متضايق أبداً، لأنه الحقيقة بيّنت لحالها بالوقت المناسب. ما بعرف شو كانت حكت أمي لو قلنا لها قبل، بس لما عرفت اليوم برأيي هذا كان الوقت المناسب. أختي كل شي منيح هلأ وخلص مشي الحال، وكاران كمان واقف معك، فلشو البكي؟ بصراحة أنا انصدمت كتير لما أمي وقفت مع بريدتا. عنجد طلعت مرت عمي راكي بتحبني كتير. يا سلام، أمي بتحب بريدتا أكتر مني. بتصدقي صرت أتمنى أنه يعلقوا مثل كل الحموات والكناية؟ إذا انزعجت هي أمي بتبهدلني لإلي، مرتي رح تسيطر علي، ولما بفسدل عليها لأمي بتعيط علي، بتوقع مع الأيام رح يعملوني مثل الطابق، وكل واحد منهم رح يتحكم فيني بطريقته. بس الشيء الحلو إنه أمي دائما بصف بريدتا وأنا صفيان لحالي. تركي لي إيدي بقى، تعالي معي. شو هالتصرف البايخ؟ فيكي تاخدي مرت أخوكي المحبوبة بريدتا بإيدها من غرفة لغرفة بس مو أنا، وإذا بتتصرفي هيك ما رح أسكت لك أبدا. سكتي، أنا اللي تصرفت غلط؟ أنت اللي عملتي الغلط، شفتك شو عملتي، تفاجأتي؟ عن جد؟ لا تحاولي تتصرفي كأنك ما عملتي شي، أنا شفتك كيف حاولتي تستفزي أمي وستي ضد بريدتا. أنت مو من العيلة؟ ما فيك تشوفيهم مبسوطين؟ أنت اللي مين مفكرة حالك يا حلوة؟ أنت بنت هالعيلة ولا أخت بريدتا؟ قاعدة عم بتستري على أغلاطها الكتيرة وأنت ساكتة، فتحي عيونك، هي بريدتا كذبت على الكل. استوعبي وشوفي شو عملت بريدتا، وأنت لا تعندي على رأيك، عملت هيك مشان سعادة الكل. ماشي، على أساس بتعرفي شو ناوي بريدتا ما؟ أنت ما رح ترتاحي أبداً إلا إذا كنتي عم تطقي براغب علاقة حدا من بيناتنا، دايماً بتحرضي حدا على التاني وبتضحكي هذا وشك التاني. أنت عن جد وحدة خبيثة، وبتسأليني ليش ما بعملك مثل ما بعمل بريدتا ما؟ ما بتستاهلي هالشي، بس خليني قلك شغلة، هي نصيحة ببلاش، كنتي مبسوطة لما طلعتي من الغرفة لأنك فكرتي حالك نجحتي باستفزاز أمي وستي ضد بريدتا وحرضتيهم. لا، غلطانة كتير، أنا شفتهم كيف عم يبكوا لأنهم زعلانين، حلمهم اتحطم، كانوا عم يحلموا بوريث لهي العيلة وفكروا أنه وأخيراً الكل حينبسط وراح حلمهم، مشان هيك كانوا زعلانين وقاعدين هالقعدة، كانوا مقهورين وعم يسمعوك بس مانهم مبسوطين بكلامك. لا تنسيش، كانوا زعلانين بسبب بريدتا مو بسببي، كانوا زعلانين لأنه بريدتا كذبت. شو هالحلم اللي عم تقولي عنه؟ كله من بريدتا، هي كذبت مع أنها كانت بتعرف أنه ما فيها تجيب أولاد.
انسي، ليش عم روح وقتي مع وحدة غريبة؟ شو عم تحكي؟ غريبة؟ صح إنه حالياً زوجك عايش هون مع بيت حما ببيته، بس أول على الآخر بدك تروحي، ولما بترجعي على بيت زوجك وإذا صار شي لحدا من عيلتك رح أعرف أتصرف معه وعلى طريقتي الخاصة. تعرفي شو؟ أعطيكي كم نصيحة ببلاش؟ لما تتزوج البنت وتستقر بتصير تخاف على عيلتها وزوجها، هي عادات قديمة، بس تتزوج البنت بيعتبروها الأهل غريبة، وعيلة زوجها بتصير عيلتها. بعدين إذا كانت عيلة زوجك بتعتبرك وحدة منهم ولا لا ما بيهمني، بس ما بقى تتدخلي بعيلتي بنوم. شريستي بتحب بريتا من كل قلبها ومجنونة فيها، أكيد زعلت كتير لما عرفت إنه بريتا ما عاد تقدر تجيب أولاد، وأكيد بريتا مقهورة عليها. يا أمي، شو صار؟ أمي، بريتا منيحة كتير وحتى مبسوطة، وعن جد طلع كاران أحسن صهر بالعالم كله. إيه بعرف هالشي إنه كاران الأحسن. قولي لي شي جديد بنتي، هاي الشغلات صارت قديمة. والخالة راكي كمان جنب بريتا. شو قصدك؟ قصدي ماما إنه كل شخص من عيلة لوترا عرف كل شي صاير، وإنه بريتا خبت حقيقة حملة، يعني لأنها مو حامل. و ستي باني والخالة كارينا معصبين، بس الخالة راكي وقفت معها. كتير أنا استغربت ليش غلطوا وعصبوا عليها وقالوا شغلات بشعة كتير لأختي بريتا. ما تعصبي مشان هذا الموضوع بنتي، أنتي بتعرفيهن وبتعرفي موقفهن، بس بريتا بتحلها ورح يتصلح كل شي وعن قريب كتير. بس ما بتتخيلي يا أمي شو أنا كنت مبسوطة لما شفت الخالة راكي واقفة بصفها، وكيف مسكت إيدها وحضنتها وما اهتمت بأي حدا، وكاران واقف مع بريتا وما تركها كمان. إيه ممتاز لك. قليلي هلأ، تقاتلتي مع بريتا شي؟ بتمنى ما تتقاتلوا. عصبتي لأنه ما قلت لك الصراحة لما كنتي معها، المهم ما تتخانقوا. ماما، ما في أي سبب لنتخانق أو نعلق. لما خبرتني بريتا ليش خبت الحقيقة عني أنا دغري فهمتها، وقرارها كان صح.